بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نرحب بكم في مستهل هذا البرنامج من برنامج نور على الدرب. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة بقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا السائل يقول: ما هو الرابط في ذلك وسبب الربط بين عبادة الله سبحانه وتعالى وحق الوالدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب الربط بين حق الوالد وحق الله تأكد حق الوالد على ولده، وأنه يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، مما يدل على تأكده في ذمة الولد لوالده، لأنه حق عظيم، وعقوق الوالد كبيرة من كبائر الذنوب، تأتي بعد الشرك بالله عز وجل في الإثم. فهذا فيه تأكد حق الوالد والاهتمام به، عدم التهاون بشأنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. السائل يسأل يقول: ما معنى الحرم وما هي الأشهر الحرم، وكيف يكون تعظيم حرمات الله وشعائر الله وأيام الله في هذه الأشهر؟ الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة، ذو الحجة والمحرم، هذه 3 مجتمعة، وشهر رجب الفرد، هذه 4 الأشهر الحرم. سميت حرما لأن الله حرم فيها القتال، وقوله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في جميع الأشهر 12 الحرم وغيرها، وظلم النفس بالمعاصي، فالمسلم يتجنب المعاصي في هذه الأشهر التي هي الدهر، فلا يعصي الله عز وجل، وإذا عصى الله وجبت عليه التوبة والمبادرة للتوبة، والله يغفر للتائبين ويغفر للمذنبين، فهو يتجنب المعصية وأسبابها، لكن لو وقع فيها يجب عليه المبادرة بالتوبة ولا يتكاسل في ذلك. نعم. وكيف يكون تعظيم شعائر الله؟ بعدم انتهاك شعائر الله، عدم انتهاكها والتهاون بها، وأن تحترم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف إمام عليه بعض الملاحظات في عقيدته؟ أولا المناصحة، ربما يكون هذا الإمام يجهل هذه الملاحظات، فتبين له، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل كانت هذه الملاحظات من المعاصي الظاهرة عليه، إنه لا يكون إماما، لا يختار للإمامة، لأن الإمام قدوة، إذا كانت تظهر عليه المعاصي يكون قدوة لغيره بالتساهل بهذه المعاصي. أما صحة الصلاة خلفه إن كانت هذه المعاصي من الشرك وتقتضي الردة، لا تجوز الصلاة خلفه بالإجماع. المشرك الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر لا يجوز أن يتخذ إماما، حرام، ولا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كانت هذه المعاصي دون الشرك ودون الكفر، هذه تقتضي الفسق. قد اختلف العلماء في إمامة الفاسق، هل تصح أو لا تصح الصلاة خلفه، والاحتياط تجنب الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان إمام المسجد، يقول السائل، يخطئ في قراءة القرآن الكريم وأحيانا يلحن ببعض الآيات، فما هو توجيهكم؟ إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه لمن هو أحسن منه قراءة. أما إذا كان هذا اللحن لا يحيل المعنى، كان يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين، هذا لحن لا يحيل المعنى فلا يبطل الصلاة خلفه، لكنه يبين له والخطأ حتى يعدله، ويختار عند الاختيار للإمامة يختار من هو أجود قراءة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا
السائل يقول: أنا راعي غنم في البر، ولا يوجد مسجد قريب مني، ولي أكثر من 4 جمع لم أصليها، فهل أنا آثم في ذلك لترك تلك الصلاة أو علي إثم؟ أحسن الله إليك. أول شيء، إن كان تخاف على الغنم إذا ذهبت للصلاة، تخاف عليها من الذئب أو من السرقة، فإنها يسقط عنك حضور الصلاة، تصلي عندها لأجل حفظها عن الضياع. ثانيا، إذا كنت لا تخاف عليها، إن كان المسجد بعيدا عنك ولا تسمع الأذان فلا يجب عليك الحضور، أما إذا كان المسجد قريبا منك تسمع الأذان ليس هناك محذور في الذهاب إليه، يجب عليك حضور. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شد الرحال إلى المدينة المنورة لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هي آداب الزيارة؟ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسافر من أجلها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، المسجد الأقصى. فإذا كان قصدك بالسفر لزيارة المسجد النبوي من أجل الصلاة فيه، لأن الصلاة الواحدة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا قصد طيب وسفر مشروع. أما إذا كان قصدك زيارة القبر الشريف، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل بارك الله فيكم: ما هي العقيدة الصحيحة التي يجب علي أن أتبعها كما كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العقيدة الصحيحة هي الموافقة للكتاب والسنة، وهي ما عليه سلف هذه الأمة وأتباعهم من أهل العلم والأئمة الأربعة الذين اتبعوا السلف الصالح، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. العقيدة الصحيحة هي ما كان عليه السلف الصالح الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، هذه هي العقيدة الصحيحة. والحمد لله هذه العقيدة دونت في كتب مطولة ومختصرة، عليك أن تقرأ وأن تدرس هذه الكتب على العلماء لتعرف ما هي العقيدة الصحيحة من هذه الكتب. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما هو الشرك الأصغر، وهل هو يخرج الإنسان المسلم من دينه وإيمانه؟ الشرك الأصغر هو ما جاء في الأحاديث أنه شرك، ولكنه لا يخرج من الملة ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، مثل قول لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، نحو ذلك. يكون بالألفاظ ويكون بالرياء في القلب، يعني يحسن العبادة ويتطوع من أجل أن يمدحه الناس، أو يتصدق من أجل أن يمدحه الناس، فهذا رياء، هو شرك أصغر. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه قال: الرياء. قوم الرجل فيصلي يحسن صلاته من أجل نظر رجل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مبارك الجحدلي من جدة يقول: نود أن نسمع منكم فضيلة الشيخ نصيحة للعامة ولمن يخوض في كل صغيرة وكبيرة في أمور العقيدة وأمور الفتاوى، حيث أننا نسمع بين الحين والآخر أن من هناك من يفتي وهو طالب علم أو إمام مسجد أو أقل من ذلك. هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا إذا كان عنده أهلية للإفتاء، يعني يكون من العلماء المعروفين بالعلم والتقوى والاحتياط له وللسائل يفتي، أما الجاهل وأما طالب العلم المبتدي وأما المتعالم الذي لم يدرس على العلم علماء وإنما درس على نفسه أو على كتبه، هؤلاء حرام عليهم أن يفتوا الناس، لأنهم يضيعون أنفسهم ويضيعون الناس. فالفتوى لا يتولاها إلا من هو متأهل لها ومن أسندت إليه الفتوى وعين لها. أما أنه يدخل فيها من هب ودب ممن يدعي أنه طالب علم أو أنه سمع كذا أو أنه قرأ فتوى لفلان أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا خطر عظيم على المفتي وعلى المستفتي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: قمت بالطواف، وأثناء الطواف انتقض وضوئي وأكملت ذلك الطواف حيث لم يبقى علي إلا شوط واحد، فما صحة هذا الطواف؟ هذا الطواف غير صحيح، لأنه بطل انتقاض الطهارة، عليك أن تخرج وأن تتوضأ وأن تبدأ الطواف من جديد، هذا إذا كان الطواف للعمرة أو للحج. أما
أما إذا كان طواف تطوع فالأمر سهل، إن أعدته فهذا خير وإن تركته فليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. في هذا السياق هذا السوداني يسأل يقول: كنا نطوف في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك، وبعد الانتهاء من الطواف حان موعد السحور فخرجنا من الحرم وذهبنا وأكلنا السحور، وبعد ذلك عدنا إلى الحرم وأكملنا السعي بعد صلاة الفجر، فما صحة ذلك العمل؟ هذا صحيح والحمد لله، لأن إذا أكملتم الطواف ثم ذهبتم لحاجتكم ثم عدتم وأديتم السعي لا يشترط الموالاة بين السعي وبين الطواف، إنما الموالاة بينهما مستحبة إذا أمكنت. وأما إذا كان لكم حاجة أو لكم يعني ما يستدعي تأخركم عن السعي بعد الطواف فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا محمد من الرياض يقول: هل لصلاة أو خطبة الجمعة أركان، حيث أن بعض خطباء المساجد أثناء الخطبة يجعل الخطبة الثانية عبارة عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء، فهل لهذا أصل؟ كان الخطبة أن تبدأ بالحمد لله والثناء عليه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالشهادتين، ثم الوصية بتقوى الله عز وجل، ثم تنبيه الناس على ما يحتاجون إليه وما هو واقع في وقتهم من المخالفات، وقراءة آية من القرآن في آخر الخطبة. هذه أركان الخطبة الأولى والثانية، لكن الثانية أكثرها دعاء، أكثرها بعد ما يأتي بهذه الأركان يدعو الله ويكثر من الدعاء للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يقسمون بآيات الله أي بآيات القرآن الكريم، فما الحكم في ذلك؟ هذا جائز، لأن آيات القرآن الكريم هي كلام الله، كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يجوز أن يحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ومنها الكلام كلام الله عز وجل. ما صحة مقولة الاختلاف العلماء رحمة؟ غير صحيحة، الاختلاف ما في رحمة، الله جل وعلا نهى عن الاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والله ذم أهل الكتاب في خلافهم على أنبياء. الاختلاف ليس رحمة وإنما هو عذاب، والفرقة عذاب، والرحمة في الاجتماع، الرحمة في الاجتماع. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، يعني فمن رحمه الله رحمهم الله لم يختلفوا، وأما من اختلفوا فهم لا يدخلون في هذه الرحمة، دل على ذم الاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا أحد الأخوة الكرام رمز لاسمه بمحمد صالح من القويعية، يقول: نريد من فضيلة الشيخ كلمة توجيهية عن خطورة الربا وعن آثاره على المسلمين، حيث أن بعض الشباب أو بعض الذين دخلوا في الأمور المالية الأخيرة يجهلون ذلك الشيء. يكفي في ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في بداية الآيات قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، ومن عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، انتقل إلى سائل آخر، هذا محمد من جدة يقول: ما هي الأسباب المعينة لقيام الليل والمحافظة عليه؟ أرجو منكم الدعاء لي بعدم ترك قيام الليل. أهم شيء العزيمة على قيام الليل، تبيت النية أنك ستقوم من آخر الليل وتصلي، تعزم على ذلك. والأمر الثاني أن تنام مبكرا من أول الليل نجل أن تقوم في آخره. والأمر الثالث أن تعود نفسك عليه حتى تعتاده وتتلذذ به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: ما هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
حيث أننا في الآونة الأخيرة نسمع أن هناك اجتهادات وأن هناك غير وضوح في هذه الصفة، بارك الله فيه. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وردت بها الأحاديث الصحيحة من قوله وعمله صلى الله عليه وسلم، وذلك أخذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا اطهروا. الآية. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالاستنجاء إذا كان على إثر قضاء حاجته، إنه يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه مع المرفقين، ثم يمسح برأسه جميعه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا لكل عضو. هذا هو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. نعم. أيضا يقول بارك الله فيكم: نصيحتكم لمن يسرف في الوضوء في الماء. الإسراف في الوضوء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يجوز الإسراف في كل شيء، وفي العبادة أشد. فيتوضأ كما جاءت صفة الوضوء في الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بميم صاد اليحياوي، يقول: التسبيح كقول سبحان الله 100 مرة وهو لم يستشعر المسلم بذلك، لا يستشعر ماذا يقول، كأن يسبح وهو يفكر في أمر آخر، هل يقبل منه وهل يجزئه أم لا، وماذا يعمل في هذه الحالة؟ لا ينفعه التسبيح مع الغفلة عن معناه واستحضار معناه وتعظيم الله عز وجل، لازم من حضور القلب، لأن التسبيح عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. يكون حاضر القلب عند التسبيح والتهليل والتكبير وسائر الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا يقول بارك الله فيكم: بعض أولياء الأمور من الآباء ممن ينتابه الغضب أحيانا ويشتد فيقوم بلعن زوجته أو أبنائه، فما هذا تقول لهم وما هي نصيحتك؟ هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز اللعن على لسان المسلم، لا يلعن زوجته ولا يلعن أولاده ولا يلعن إخوانه ولا حتى الدواب، لا يجوز لعنها، حتى المساكن لا يجوز. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. طهر لسانه عن هذه اللفظة القبيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم اللعن شديد، لا يجوز له أن يتلفظ به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: أنا بإذن الله تعالى، وهو السائل عبد الرحمن يحيى، يقول: أنا بإذن الله تعالى أنوي الحج هذا العام، فأرجو من فضيلة الشيخ أن ينصحني إلى أحد الأنساك الثلاثة، فما هو الأسهل في ذلك؟ الأفضل تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم يليه القران بين العمرة والحج، ثم يليه الإفراد وهو الإحرام بالحج فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: زوجتي حامل في الشهر الخامس وعملت أشعة، فقرر الأطباء على موت الجنين منذ يومين ويجب إخراج الجنين، هل نفعل ذلك، وهل الزوجة تكون نفاس في 40 يوما؟ إذا تأكد أن الطفل قد مات، يعني بلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح ثم مات، فإنه يخرج بطريقة طبية، يخرج بطريقة طبية، لأنه لا فائدة من بقائه، بل في بقائه مضرة على الأم، فيخرج بطريقة طبية. وأما النفاس إذا بلغ الحمل 81 يوم، يعني له شهران و21 يوم، خرج منها دم بعد الإجهاض، إنه يكون نفاسا، تترك الصلاة من أجله، وإن استمر إلى 40 يوم. وأما إذا كان دون 81 يوم فإنه دم نزيف، لا تترك الصلاة من أجله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه تحية في الختام من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.